نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا. وكوني أنيقة دي يعني حلم كل فتاة وكل سيدة، كلنا عايزين نبقى، كل واحدة فيها عايزة تبقى أنيقة فعلا يعني. والحقيقة إنه الأناقة دي مش بالحاجات الكتيرة، بالعكس الأناقة دي ممكن تبقى في الحاجات البسيطة جدا. إحنا عشان نكون يعني في عندنا أناقة مش لازم كل شوية نشتري حاجات جديدة والحاجات بقت غالية جدا، إحنا ممكن نفتح دولابنا ونلاقي قطع قديمة ونطورها أو نغير من استخدامنا ليها بشكل يبان ان احنا عندنا حاجه جديده او قطعه جديده. عشان نعرف التفاصيل دي او نعرف ايه القواعد والاسس اللي ممكن من خلالها نبان عندنا اناقه وفي نفس الوقت نستغل الملابس اللي موجوده عندنا، تعالوا نرحب بضيفتنا اميره احمد الستايلست. اهلا بيكي اميره. اهلا بيكي عمير. بصي، هو انا بقول انه البساطه فعلا هي اللي بتخلي الواحد شكله انيق، يعني سواء راجل او ست، كمان مش ست بس يعني. طبعا اكيد. لانه في ناس كده بتحس انهم لابسين دوشه كحاجات كتيره قوي يعني. ايوه صح. معايا؟ طبعا اكيد ده حقيقي. طيب البساطة دي الواحد يعني بطبيعته هو بيبقى بسيط، والموضة هي اللي بتخلينا يبقى عندنا جنون الاهتمام بيها ولا ايه؟ طبعا اكيد، يعني بيطلع ترندز كتيرة قوي، فممكن بتبقي يعني في اغراء ان انت تشتري الحاجة اللي نازلة جديدة عشان تبقي على الموضة. بزرق. بس مش دي الاناقة ومش دي الستايل بتاعك. يعني انت لو مشيتي ورا كل موضة هتنزل هويتك في الستايل بتاعك هتروح. دي نقطة مهمة جدا. انت ليكي هوية. يعني كل واحد مش المفروض ان انا كل ما تطلع موضه امشي وراها، لا طبعا لازم يبقى شخصيه في لبس. لا طبعا شخصيه، بلس ان كمان انت هتصرفي فلوس كتير قوي لان دي اسمها فاست فاشن. فبتنزل كل شويه يعني، بقوم يسرعوا والحاجه حتى الكواليتي بتاعتها ما بقتش احلى حاجه. فبتلاقي نفسك بتفضلي تشتري يعني في سايكل مش احلى حاجه برضه. صحيح بصراحة. يعني زمان حتى كانوا يقولوا لنا ايه، الواحد لما يجي يختار قطع كده يختار القطع اللي هي ما تتحفظش قوي، انفستمنت. هي تبقى انت بتلبسيها مره واثنين وثلاثه محدش ياخد باله ان انت لابسه نفس القطعه. يعني. صح مظبوط، ده حقيقي. دي بتبقى قطعه بتستثمري فيها، يعني انت بتشتري في حاجات معينه لازم تفضل في الدولاب عندك اساسيه الكواليتي بتاعتها كويسه، عشان هي دي اللي هتبني عليها كل لبسك ان جنرال. يعني هي دي البيزك بتاع او البيز بتاع كل لبسك. زي ايه بقى اميره؟ زي ايه؟ بصي، هي طبعا يعني حاجات كثيره معروفه طبعا ثابته عندنا. هنقول القميص الابيض ممكن يبقى كتان مثلا في الصيف، يعني نغير مثلا الماتيريال شويه. ممكن بتبقى بليزر لونه نود او لون الجلد مثلا، او في موضه هي جديده شويه بس هي بقالها معانا شويه وتعتبر كلاسيكيه قديمه، اللي هي الفست الكات. طبعا ده طالع دلوقتي بكل اشكاله وانواعه، وكان عندنا من زمان كلنا. وعلى فكره شيك قوي، هو شيك جدا جدا جدا. لو بيتلبس تحت البدل ممكن يتلبس لوحده. أيوة. يتلبس على البنطلون وبعدين طالع، ممكن الزراير من فوق ممكن الزراير من تحت، قصير طويل، فهو بصراحه هيناسب كل اشكال الجسم معظم الناس. فهو لطيف جدا. في مثلا ممكن طبعا اكيد عندنا بنطلون جينز حلو طبعا. ممكن بيبقى عندنا الجينز بقى ده يعني. هو ده بقى اللي يعني لما كانت الموضه المقطع والفي شراشيب وحاجات كده خسروا فلوسهم. لا هو مش شيك كمان يعني. هو مش شيك يعني، مش حاجه شيك كده كده. حتى لو كان موضه وناس كتير سيلبرتيز بتلبسه او مودلز او ناس بنشوفها مثلا كمثل اعلى بتلبسه، هو مش حاجه شيك حقيقي يعني. فلا كان لما في يعني بنات وولاد كمان شباب كتير محتاجين ان هم يسمعوا الجمله دي. انه فعلا مش شيك. مش لازم كل حاجه عشان موضه تبقى حلوه يعني. ما هي بقى طبعا هي مش كل حاجه بقول لك، وبيطلع حاجات كتيره قوي ومش كل حاجه مناسبه للناس ومش كل حاجه مناسبه لمجتمعنا والكالتشر بتاعتنا وثقافتنا. صح. فمش كل حاجه هنجري وراها يعني. هي دي الفكره ان انت بتشتري حاجه مناسبه. دي برضو مهمه قوي اميره يعني. فكره ان احنا بناخد من الموضه بس اللي يتماثل او اللي يتشابه مع عاداتنا وتقاليدنا يعني. طبعا ما ينفعش برضو ان احنا نبقى اي حاجه تطلع موضه بره نعملها هنا. زمان كانت الموضه في اوروبا بتبدا هنا في مصر الاول بعدين تروح اوروبا يعني. ده حقيقي طبعا طبعا. لا ده طبعا ده اكيد دي حاجه لازم كلنا نبقى عارفينها، بس يعني ساعات بتاخد وقت من حد ان هو عقبال ما يفهم الموضوع ده ويفهم جسمه واللي بيليق عليه والحاجات اللي تفضل يقدر يلبس عليها حاجات كتير في دلابه، بتاخد وقت ساعات شويه. كويس. طب نكمل، انت قلتي بنطلون جينز يبقى عندنا. بنطلون جينز حلو عادي، ساده اللون البلو عادي جدا، ممكن حد عايزه بلون اسود كمان. يعني ممكن القطعه دي تتجاب بلونين. أيوة. ابيض ونود او ابيض واسود. في اللون التان اللي هو الكامل. أيوة. ده برضو لون حلو جدا.
ماشي. احنا ممكن نجيب برضو بس هنا الرأي بقى كمان يعني لو ناس بقى مليانة هتفرق معاها القصة طبعا يعني بصي طبعا يعني لو واحدة بالذات اللي البنات مليانين من الجزء السفلي يعني ده ما تبعد بقى عن الحاجات الفاتحة دي مش كده؟ بصي احنا يعني في قاعدة لما تبقي في حتة مليانة او ممتلئة شوية او حابة ان انت تغطيها شوية ما بتركزيش عليها ما بتحطي يعني لو انت رفيعة من فوق مثلا فممكن التركيز يبقى فوق الفاتح يبقى فوق والغامق تحت تمام لان هنا الامتلاء كده في العكس اللي هو الانفيرتد ترينجل او التفاحة او الحاجات الاشكال التانية فكل حتة يعني عشان ناخدها ببساطة ما تبقاش نظرية قوي ان انت الحاجة اللي عايزة تخفيها شويه او تقلليها شويه ما تحطيش التركيز عليها يعني لو كتفي عريضه ما اجيش البس بلاوز وبليتات وبلاوز منفوشه لا ما ركز حاجه تبقى فيري سمبل ومينيماليستك جدا من فوق وكده فدايما انت بالتفكير النورمال اللوجيك ممكن تعرفي الحته اللي عايزه تكفريها ما تركزيش عليها ستيتمنت بيس حطيها في الحته اللي انت فيها احلى يعني الجزء اللي انت شايفه ان ده ممكن يتبرزيه يبقى احلى معاكي طيب الحاجات اللي هي المنقرشه بقى ورود الفلوريهات دي حلوه الحقيقه الفلوري بيبقى حلو يعني بس هي الفكره انه فعلا قطع ما نعرفش نلبسها غير كده هل فعلا ممكن نعمل فيها حاجه بحيث ان احنا نلبسها بشكل مختلف ولا ايه يعني والله طبعا يعني الحاجات الساده بتبقى سهل فعلا ان انت تغيري الالوان اللي بتلبسيها عليها لكن النقاشات بقى والحاجات دي يعني بصي طبعا لا مش سهله طبعا يعني خصوصا لو فستان كله فلوري او لو يعني ممكن انت سهله لو بلاوز بس او بلوزه او لو جيب مثلا او سكيرت هي اللي فيها الورد وممكن تلبسي حاجه من عليها مره فوق تي شيرت بيضه مثلا بلين ممكن قميص ممكن بلاوز فممكن تلعبي كده ممكن تلبسي عليها زي ما قلنا فيست او بليزر فممكن تكسري شويه لكن ان انت تغيري لو فستان على بعضه ورد مثلا لا هيبقى صعب فعشان كده ما تشتريهوش وهو ده يعني تصرفي فيه فلوس كتير صحيح. لان هو ده هيبقى ما يتلبس هيتلبس كده صح طيب يعني احنا مثلا معانا الجاكيت اللي معانا ده اعتقد ان هو فيه الوان كتير بس انا ممكن البسه كل مره على توب بلون بالظبط كده ما هي الفكره ان هو ده بس يعني حاجه لالوان السمر الموجوده يعني دلوقتي وممكن بقى تكسري كل يعني هو يعتبر ستيتمنت بيس يعني فيه الوان كتيره قوي وفي كمان برينتس مختلفه فممكن تلبسي توب ابيض توب نود تحتيه البنطلون كذلك يعني تلبسي بنطلون ابيض بنطلون جينز ممكن تلبسي جيف جينز لان برضو السكيرتس الجينز طالعه موضه يعني ممكن تقدري تلعبي فيه بحاجات بسيطه قوي عندك في دولابك تمام فهو هيبقى الحاجه اللي باينه في الاوتفيت كله طب انا يعني بلاحظ ان الناس دلوقتي بقى لها فتره يعني ما بيلبسوش فورمال خالص ولا كاجوال خالص صح سمارت كاجوال يعني كله سمارت كاجوال على فكره ده متاح في اي وقت وفي اي مكان انا رايحاه ولا لا والله هو بقى اكسبتبل في اماكن كتيره يعني اتغيرت شويه المفهومات بتاعه المكان والزمان اللي تبقى فلكسبل او تبقى فيها شويه مرونه بالظبط كده ان يبقى سمارت كاجوال يعني كان زمان ممكن ما تدخليش الاوبرا غير لابسه فورمال ما ينفعش لا بقى في شويه مرونه ان انت دخلنا السمارت كاجوال لانه هو بيجمع شويه ما بين الكلاسيك مع الراحه يعني فكرة الراحة دخلت دلوقتي عشان تريح الناس ولكن أنا ضد مثلا لو هتروحي فرح إنك أكيد مش هتلبسي سمارت كاجوال بالنسبة للسيدات ممكن الرجال يبقى عندهم شوية الأوبشن ده مفتوح بس هيبقى صعب مثلا إن أنت تروحي لابسة بنطلون جينز وعليه بليزر في فرح أو مناسبة العروسة دلوقتي بتبقى لابسة الفستان وتغير الشوز تغير السنيكر يعني كانت لازم العروسة تلبس طلاعة أو كعب عالية دلوقتي بتلبس عادي رياضة يعني ايوه ما هي دي برضو من الحاجات اللي هي دخلت طبعا في العالم بتاع المود ان جنرال ان ممكن تدخلي على اللبس بقى حاجات فلات منها طبعا السنيكرز او اللي هي الحاجات المريحه الكومفي الباليرينات رجعت تاني عشان فلات ومريحه يعني في الوج في حاجات كتير رجعت ما بين البنين هي اللي هي مش جزمه بكعب رفيع وتضايق ومتعبه قوي ولا في نفس الوقت هي يعني حاجه ما ينفعش تلبسيها على كل هدومك لا هي ممكن تقدري تظبطيها يعني بس يعني لو حد مثلا رايح يعمل انترفيو لانه ساعات بتحصل مشاكل خناقات في البيوت هو رايح يعمل انترفيو يا ابني عيب ما يصحش اللي انت لابسه ده لازم تلبس يعني شياكه برضو وانت لا صح معاكي اعتقد ان في
اماكن دريس كود بتاعها. لا ده حقيقي الانترفيو لا طبعا ليه دريس كود ولازم المفروض يلتزم بيه بصراحه. يعني في ما انا بقول لك في حاجات ممكن يعني شويه نتخلى عن القيود فيها وفي حاجات تانية لا لازم تبقى هي كده، ما ينفعش ان انا اروح انترفيو هدي انطباع مش حلو. تمام. أميرة أحمد الستايلست كانت معانا النهارده، قدمت لنا مجموعة جميلة جدا من الأفكار. بشكرك جدا يا أميرة نورتينا، وأتمنى إن كل مشاهدينا يكونوا يعني أخذوا شوية أفكار كده لطيفة ممكن تساعدنا في أزيائنا أو في دوالبنا اللي موجودة عندنا بالفعل، نقدر إن إحنا نطلع منها قطع كتيرة ونغير أشكالها وطريقة لبسنا ليها. ناخد فاصل ومكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. نرجع لحضراتكم مرة تانية، لكن المرة دي بنرجع علشان نقول يا رب فقراتنا تكون عجبت حضراتكم النهارده. على مدار ساعة ونص اتقابلت مع حضراتكم أنا وزميلتي العزيزة عبير. أنا انبسطت قوي بالحواديت، يعني عجبتني فكرة الحواديت، حكينا شوية حواديت حلوة. على فكرة والله العظيم بجد إن الحواديت دي بتفتح أولا الذهن وبتخلي خيال الطفل واسع وبتديله يعني لو هو عنده بوادر إن هو يبقى مثلا عنده موهبة فنية أو أدبية إبداع. أو كده الإبداع دايما مرتبط بالخيال وإن أنت تسيبي خياله يعني يعيش بشكل كبير جدا وتديله ممكن المساحة مواهب. والانطلاق ده بيظهر زي ما بتقولي بالظبط. عارفه كمان يعني لا مش بس بيكتشف مواهب، ممكن يكتشف هو في المستقبل هيبقى حابب يدرس ايه او يشتغل ايه. صح، ويدي كمان فرصه لحاجات جديده. كل الحاجات اللي شفناها قبل كده وكنا بنقول يا لا ده شغل افلام ده ما ينفعش يحصل بقى واقع عايشينه وشايفينه النهارده، فده دليل ان فعلا الابداع بيتحقق والخيال العلمي النهارده بقى واقع عايشينه. انت كمان قدمتي اثنين من الفقرات المهمه، واعتقد ان كل البنات محتاجه انها تعيد ترتيب. شفتي لا بجد الحاجات بقت غاليه، فاحنا لازم نعرف ازاي نرجع نلبس الحاجات بشكل مغير. يعني يا رب تكون فقراتنا حازت رضا واعجاب كل مشاهدينا. احنا بنشكركم جدا على تواصلكم معانا ونسعد دايما بالتواصل. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد وحلقه جديده وزينه طعم جديد.